هنا يا سين، عمري ما قلت لك ايه اكتر حاجه عجبتني فيك. عمري صح، اكتر حاجه عجبتني فيك ان انت فايتر، تقع وتقوم وترجع تقوم وتقع تاني، وكل ما تتكعبل تفضل باصص قدامك وترمي كل حاجه قديمه ورا ظهرك. كمان انت اللي فهمتني ان اكبر انتصار لعدوي انه يعني يشوفني مكتئب ويأس. تعبت، حاسس اني بحارب توحيد الهوى. بقيت عامل زي سيزيف، شيل الصخره على كتفه ويطلع الجبل، واول ما يوصل للقمه تقع تتدحرج منه تاني وينزل يدور عليها. يوم يسيبها ويمشي صح؟ انت ما ينفعش تقول تعبت. رانيا كان اخر كارت بلعب بيه، لازم اعترف ان انا خسرت. خسرت جولة بس مش جيم اوفر. لا بالنسبة لي انتهى خلاص. مفيش حاجة انتهت طول ما حسن ما خرجش. انا هقوم بهيئة الدفاع تدافع. يا كتر خيرك. هيئة الدفاع مرة واحدة؟ ده كتير قوي علينا والله. لو قومت له مين؟ محدش هيبقى قلبه عليه غيرك يا ياسين. جرالك ايه؟ انت اخوه. فين وعدك لامك؟ طب فين كلامك ليا؟ ما تخافيش طول ما انا جنبك، انا هحميكي من الدنيا كلها. انا هرجع لك حق نهى ووائل. ياسين انا عايشه بكلامك، ما ينفعش تعمل كده. وبعدين لو انت عايز تعمل كده انا بعمل ايه؟ اروح انتحر؟ ولا اروح ارقع تحت رجل سليم عشان يسيبني في حالي؟ ياسين انا عارفه ان انت حقك تتعب وانك بني ادم من لحم ومن دم وعندك طاقه، بس ما ينفعش تفضل ساكت كده. يا اخي رد عليا، اعمل اي حاجه، اغضب، اصرخ، زعق، اعمل اللي انت عايزه، بس لازم ترجع تقوم تاني عشان تسوق المركب. انا بنسحب عشان المركب. اسمعي، ما ينفعش افضل سايق لحد ما اغرق اللي معايا. ما فيهاش حاجه ابدا إن يجي واحد تاني يسوق بدالي، يمكن يشوف أحسن مني، يشوف اللي أنا ما شفتوش وينقذ المركب كلها. أي حد يجي يسوق المركب دي هيغرقها. لا، في ناس كتير أوي أحسن مني. مفيش حد أحسن منك يا ياسين. لا في. طيب ولو قلت لك عشان خاطري، عشان خاطري يا ياسين. طب بلاش عشان خاطري، عشان خاطر الست اللي قاعده تعيط بره دي. ياسين بقولك عشان خاطري، طب بص لي كده ليه؟ مندهش. مو مندهش؟ طبعا ما انت متعود عليا خوافة وجبانة ومستسلمة ومندفعة، بس انا خلاص قررت اخرج من خوفي عشان اكتشفت ان خوفنا ده اللي بيمنعنا ان احنا نعيش. وانا عايزة اعيش يا زين. تغيرتي للأحسن ولا للأوحش؟ عمرك ما تبقي أوحش.